هذا من يعني قطع من الكولة، تقول على الكولة اللي خاصة بالخزف الفني اللي قابلة للطهي حتى الألف درجة. هذه أزقة من أزقة القصبة العريقة. يعني هذا الموضوع هذا اللي هدي سينيته أنا هنايا يكزيستي ليومنا هذا، سواء كان يعني عنده تصويرة قديمة نواغي بلو ولا أون كولور. وعندنا هدايا هذا الطابلو هدايا هذا يقولوا له موريسك. الموريسك هدايا هذا كما نقولوا تحفة فنية عثمانية، فهمتيني؟ صافي مستخرجة من المنمنمات كي معايا. وهنا كيف أزقة من أزقة في الجزائر المصرية للقصبة، يعني لي فوتو ريال نرفدوهم حنا ونعاود نسدوهم في البلاط الخاص بالخزف الفني. مثل هذا يعني انه هذا راه الرسومات التاصيلي، يعني نقول احنا تراثنا هذا محافظين عليه وتسدنا في انيات وتسدنا في زهريه. هذا كان اعجاب بزاف، كان يعني حاجه مميزه. وعندنا ثاني تهم يقول بربات، ثاني هذا بربات، ثاني هذا رمز من رمز القبائلي. وهذه القسمه هذه الحروف هذه ما يتوهرن. يعني في كل قطعة خدمتها هنايا عندي رمز ترمزها منطقة، كما هنايا طاسيلي، هنايا ما يتوهرن، هنا بين القبائل، هنا الجزائر الوسطى. يعني كل آنية عندي يعني سؤال بميساج. جات الفكره انك فاش بديتي يتكلموا معك بكل شفافيه ويحبوا يبدوا المعلومات، واناس اللي يحبوا يبحثوا في هذا، يعني محافظين هما بذات بحد ذاتهم على تراث تاعهم.